أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأفرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبما أوجب وأنزل غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد والشكر على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه. ولك الحمد على ما وفقتنا لقراءة القرآن وختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد
أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد. لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد بما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقيام، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والصحة والمعافاة. سبحانك سبحانك بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. سبحانك لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن. اللهم تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. اللهم تقبله منا كاملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. اللهم هب لنا به الخير والبشارة والأمان. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. نسألك يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم، ونور أفئدتنا بالقرآن الكريم، ونور أبصارنا وأسماعنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعلنا وأهلينا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزف في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ادخلنا الجنة مع القرآن.
اللهم منجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار بحق القرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم علم أولادنا القرآن، اللهم علم أولادنا القرآن والحكمة والإيمان، اللهم افتح عليهم فتح العارفين ووفقهم توفيق الصالحين، واجعلنا وإياهم من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا ونساءنا ومجتمعنا يا رب العالمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم ثبتنا على هذا الدين، وعلمنا العلم النافع، اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا من فضلك رزقا حلالا طيبا واسعا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم وفقنا لطاعتك ومحبتك وما تحبه وترضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليالي المباركات، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ومن الذين غفرت لهم واطلعت على ذنوبهم فمحوتها وغفرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الليلة وارحمنا الليلة واشفنا الليلة وبارك فينا وفي أولادنا الليلة يا رب العالمين. اللهم كل من طلب منا الدعاء وسمع منا قراءة فاللهم استجب له دعاءه واعطه سؤله واشفه وعافه. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وخذ بأيدينا إلى كل خير واعصمنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا مستقرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهرين بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذا الفضل منك وإليك، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا قيام ليلة القدر، اللهم اجعل لنا فيها، اللهم اعطنا فيها يا رب العالمين خيرا كثيرا، اللهم اعطنا خير هاته الليلة، اللهم اعطنا خير هاته الليلة ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم كما تعطي لعبادك الصالحين في هاته الليلة وتوفقهم لطاعتك، فوفقنا فيها لطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وأعده علينا أعواما عديدة،
وأزمنة مديدة ونحن والمسلمون في أحسن الحال يا رب العالمين. اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أيدهم ووفقهم لطاعتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحدهم إلى التوحيد يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم في كل مكان وزمان يا رب العالمين، خصوصا في الشام والعراق واليمن وفي فلسطين وأفغانستان وباكستان والهند وبرما وكشمير وفي جميع الأرض يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لطاعتك ومحبتك وما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونسألك العلا من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها فأنت خير من زكاها. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا يا رب العالمين. اللهم نورنا بنورك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم زدنا فيه ولا تنقصنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.